ايكوتول. اسكندر ونيس مرحبا. اهلا وسهلا ريم. اهلا وسهلا الجميع. شكرا لك. وما نعرفش كان حبيب زيتونة صحيبي يسمع فيه نسلم عليه. عايشك يا اسكندر. صاحبي بالقدا حذاكم في استوديو. ايه بعد شوية بشي دخل معنا هذا حبيب زيتونة ونحن نحكي معاك جستما على وضع الاقتصاد التونسي تقريبا المدة اللي فاتت هذي فاش قاعدين نترقولوا في ايكوماك. انطلقنا البارح من الأستاذ ريلاش كونديني باش ناخذوا رأي اليوم آخر معاك بشكل من الأشكال وبناء حتى يمكن على قراءة كان قام بها الأستاذ هاشمي عليا في ايكويك للناس اللي تبع شوية شنو قاعد يصدر في ايكويك وتحية زي كيف زملائنا في مانجر سنتر أمير بالحاج علي اللي كانوا تقريبا فما خلاصة للموضوع هذية صارت في اكسلنت ارتيك الحقيقة. دونك معاك اسكندر باش نحكيو جوستومون على فكرة انغلاق الاقتصاد على ذاته وعلى ماذا تعتمد البلاد التونسية اليوم. خلينا نبدا معاك ساعة. هل فعلا اليوم ممكن الحديث عن تونس كدولة تتقوقع على ذاتها؟ ساعة قبل كل شيء ريم ثلاثة السادة اللي ذكرتهم حبيب زيتونة رضاش كونديلي والعبد ولله ثلاثة قري في كلية نابل داكوردو. هذه الناس اللي تسمع فينا معناها كلية نابل في الاقتصاد تكور هذه اللغة العامة. باه باش نرجع لسؤالك توا باش نجاوبك على سؤالك مش نجاوبك بصفة مباشرة على سؤالك. الناس كل يسمعوا فينا تتفكروا كلام الليلة توفيق جبالي يقولوا هذاش ندخلوا هذي في الاقتصاد تفكروا اي توفيق جبالي مرة عمل سكتش خارق العادة قال الفلسفة السياسية في تونس تختصر في كلمتين وخر التالي هذا وقت النظام السابق الناس كل بدموع بالضحك صحيح ولا اليوم الفلسفة الاقتصادية ما نعرفش كان فما فلسفة اقتصادية تختصر في كلمة واحدة نخلصوا بور ايفيتي لو ديفو دو بيمون يلزمنا نخلصوا هذا كاش قاعد صاير. دونك توا توت لا معناتها التفكير الاقتصادي الكل مركز على حاجه واحده كيفاش نعملوا باش ما نحلوش باش معناتها ما نحلوش يعني ما نجموش نتسلفوا مع الاسف برشا فلوس من برا باش نخلصوا. دونك يلزمنا ندبروا روسنا باش نخلصوا. قاعدين نخلصوا صحيح سا سي سور قاعدين نخلصوا ولكن بان قاعد تخلص قاعد تمس في برشا حاجات اخرين تمس في الاستثمار الاستثمار عمومي اللي هو مثلا في الصحه في التعليم في كل ما هو بنيه تحتيه وهذا الكل عنده انعكاسات راهو مش هكاك فهمت ريم؟ بما انك انت قاعد تخلص تجبد في الدوفيز باش تخلص اوتوماتيكمون تنقص في الواردات والواردات كي تنقص فيهم مره اخرى نسمع في ناس فرحانين ديفيسيت كوميرسيال نقص قلت لهم راكم غلطين. هذا بالضبط حبيت نمشي معك اسكندر يعني جيك. حتى ملاحظه ريم يعني عندي انا فاهمك وانا نحكي لك واحده واحده تو دوسمون كيما كنا في الوحده غادي جوستومون تو دوسمون واحده واحده للفينال مع الاسف ما خلتش الفينال لا غالب تو دوسمون ميساج نحييوها ان توكا والله يحييوها يعطيها الصحه في فيبري يعطيها الصحه نحكي على اون جابر بالطبيعه بيان سور الحديث زاد كيف كيف قلت نرجع بك شويه للموضوع الحديث حول قلت انت فما شكون يمكن سعيد ولا فرحان ولا خبر اسحان كملك ولا خبر ايجابي انه الميزان التجاري معناتها لو ديفيسيت تراجع تتخ اليوم قلت هذه ملاحظه مهمه جدا خاطر باش نرجع زاد الكلام الاستاذ هشام عليا حول انه هذا مؤشر سلبي في الوضع نتاعنا نحن فسر لنا معناتها هو اول حاجه ريم راوسي الهاشمي استاذنا قرانا الكل راهو جيل نتاعنا الكل قراهم الهاشمي عليا ولو اليوم عندنا صديقنا ونحترموه وليه يقعد ديما استاذنا معناها مش تفدليك نقعد نحكي لك ناس فرحانين ديفيسيت كوميرسيال نقص قلت له ديجا نفركوه ديفيسيت كوميرسيال وين معناتها نقص في الامبورتاسيون دو بيان ديكيبمون اش معناها؟ معناتها كي انت ما تستوردش ماكينات وما تستوردش باش تبدل الكابيتال نتاعك معناتها ماكش قاعد تخدم معناتها الاقتصاد مش قاعد يدور ولات لغه اخرى باش نحرج على حاجه اخرى وقت الدوله عملتك الدوزيام ترونش دومبران تتفكرها ريم شهر افريل طالبين 700 مليون دينار جاهم 1440 هكا ولا تسمع فيا؟ نسمع فيك اسكندر صحيح جاني واحد قال ريت طلبنا سبعه طلبت الدوله 700 جاهم الدوبل قلت له يخرق العاده سافادير دو شوز قال لي شنو؟ قلت له اولا سافادير فلوس موجوده اولا ثانيا سبدي الفلوس مش ماشيه في بقعتها مش ماشيه في الاستثمار دونك هذوكم فلوس اللي تسلفناهم الكل هذوكم تخط نتاع مصاريف نتاع الدوله مثلا اجور سوبونسيون اكسترا قلت له مش معناتها اول حاجه زي ما تتعاود ترجع في بلادنا هي الاستثمار الاستثمار ميت تعرف عندنا التو دانفستيسمون لو بلو با دوبي 20 ans عمرها ما صارت معناتها يحوس في 12% من اللي كان يحوس في 22 و23% هذا يختار ما هذوما حاجات لازم الناس تفهمهم. نرجع انا توا باش نشد في الكلام نتاعك قلنا دونك الفكره الاولى لازم نخلصوا باه كيما قلت انا من الاول قاعدين نخلصوا سا سي سور قاعدين نخلصوا هاي باش نعطي حاجات نسبه الدين يا ريم معناتها السيرفيس دو لا ديت
بين معناتها الثلاثي الاول 23 والثلاثي الاول 24، تعرف قداش زادت معناتها دين الدوله ليتا سنترال 156%، معناها اكثر من الدوبل. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، هذه ريكور ابسولو في التاريخ الاقتصادي نتاع تونس، افريل 24 لو سيرفيس دو لا ديت اكستيريور معناتها نسبه الفايده برك 2 مليار دو دولار يا ريم، عمرها ما صارت لنا. وهذا ينتج علاش يا ريم؟ علاش؟ لان الدين نتاعنا ملي كان اون ديت لونغ معناتها ثلاث ارباع نتاعها كانت دين طويل المدى، اليوم ولا الدين طويل المدى في الثلثين، ملي كان 75% ولا 67%. وطبعا كي تتسلف فلوس والمدى نتاعها قصير اوتوماتيكمون الشارج نتاعها اقوى، الريسك اقوى، والريسك دو ديفو موجود في هذا. انا باش نرجع معاك الريسك دو ديفو موجود في هنا للنقطة هذه، للداتا كور تيرم. فوالا انا باش نمشي معاك للداتا كور تيرم، وشنو شنو الخطر من انه نوليو التوجه اليوم نحو ديون قصيره المدى؟ شوف ريم، كيما الدين معناتها كيما الدوله تتسلف لبرا، كيما اميناج يتسلف في تونس. انت كي تتسلف اكور تيرم على عام ولا عامين، نسبه الفايده كيما تتسلف على 10 سنين امبوسيبل. دونك يقول لك نعطيك نسلفك داكوردو، مع العلم اللي احنا بي ريسكي، رانا ما ننساوش رانا سي سي موان ما ننساوهاش. دونك نسبة الفايدة كانت حمد تسلف دبار على المارشي فينانسي انترناسيونال ما عادش نجمو نمشيو، دونك اللي سلفونا اما بلدان ولا منظمات كيما المنظمة الأخرى اللي مازالت كي سلفتنا هذيك الانترناسيونال عرب فاينانشال تريدينغ كومباني سلفتنا من السعودية، دار ذكرها ارتيكل في لوموند وبين قوسين الارتيكل في لوموند جاوبته خاطر فما أرقام ماهيش صحيحة جاوبته سي نسيم قصد. نرجع طول الكلام يقولوا فيه الشارج ديت، الشارج ديت ديت اكستيريور معناتها الدين الخارجي نتاعنا على عام زاد 31% داكوردو، معناتها نسبه الفائده نتاع الدين الخارجي نتاعنا على عام زادت 31% داكوردو. حاجه اخرى، الدين نتاعنا بلع سامحوني في الكلمه 81% من الروسيت نتاع التوريزم ونتاع العمال التوانسه بالخارج، معناتها ما قعد شيء. دونك انت عندك اون ديت كورت مي لو كو دو لا تيت اكسبلوز، معناتها ولا كيما يقولوا بالسوري سامحوني في الكلمه بروهيبيتيف، معناتها ما عادش يلعب ولا اختر. وهوني الريسك دو ديفو راه موجود، هوني فو فير تريز اتونسيون. هوني باش نمشي معاك للنقطة ونرجع مرة أخرى لكلام الأستاذ الهاشمي عليا في الحديث حول لي كريدي كوميرسيو أكور تيرم أو الاقتراض على المدى القصير بالشكل هذايا، واللي يمكن التركيز فيه هو التوجه نتاع وين ماشية بالضبط الفلوس هذايا اسونسيلمون. اسكندر هوني مثلا ماشيين باش يدوروا الاقتصاد بصفة وقتية، مثلا باش نشري بترول، باش نشري شوية قمح، باش نشري شوية دواء، فهمتني؟ فوالا دونك هذه الفكرة اسونسيلمون. هل هذايا فعليا يمثل خطر والا لا؟ خاطر كيما كنت نحكي من بكري حديث اساسا زي كيف الاستاذ هشام عليا حول انه التوجه نتاعها ماشي بالاساس دي بيزوان اون بيان دو كونسوماسيون معناتها اسونسيلمون. اي ريم هذه حكايه راهي بوجهين، من الناحيه الاولى وحاجه ايجابيه عليه، يلزمك معناتها تقترب باش تجيب الحكايه هذه، ما عندناش بترول، ما عندناش مثلا دواء، ناقصين قمح، يلزمك تجيبهم. هذه الحاجه الاولى، ولكن الحاجه الثانيه هذه ملزوم تجيبها، دونك هذه حاجه ايجابيه. ولكن الكوتي نيجاتيف، الجهه السلبيه، انت قاعد تستثمر، انت قاعد تستورد في معناتها في كل ما هو ماكينات، كل ما هو الات نتاع تصنيع، كل ما هو الات باش يدوروا الاقتصاد. لا بعد شو اسمه الواردات نتاعهم طاحت، هاو الخطر يا ريم. معناها تو ان ايكونومي ستاغنونت، باش نعطيك الرقم بربي اللي الناس قاعده تغني على لي تو دو كروسونس، واللي سي الهاشمي هو طلع صحيح البريفيزيون تاع سي الهاشمي بور تيما، دونك بور عام 2024 تعرف قداه؟ اقل من 0.5% اللي لي في 100 حتى 1.9. تفكرك الحصه اللي عملناها ريم عمناول وقت الناس كل تغني 2.5 2.5، قلت لك يا ريم رانا باش نلعبوا اونتر 0.5 و1، قداش عملنا عمناول 0.4 ولا؟ ومن بعد تو يبداو يهبطوا مو دو مارس، من بعد جوان يهبطوا وسبتمبر يزيدوا يهبطوا، ما علاش تحط لنا البار الفوق وانت عارف اللي باش تصلح؟ هذه الحاجه الاولى. الو لو شيفر كي دوني هذا انفيريور 0.5، راهو البي بي الكل، معناها تعرف البي بي، انت عامله ايكونومي انا عارف عامله شوسي انت مهفه، دونك البي بي راهو داخل فيه البي بي مارشون، معناها كل ما ينتج من ناحيه الكميه، وداخل فيه البي بي نو مارشون، معناها كل ما هو اجور. كي نحي واحنا الاجور نتاع 750,000 متوظف، تعرف قداش البي بي ريال؟ مو 0.6 على 2024 نيجاتيف، معناها انت تاين كونتراكسيون ديكونومي، تاع
تعرف معناها كونتراكسيون ديكونومي تو ديتروي دو لا ريشيس تو ديتروي دو لامبلوا فوالا بربي الناس يسمعوا فينا مادام نتفكر ريم عايشك كارنيجي سنتر خرج في جانفي 24 دراسة على تونس اسمها تونيزيا ذا رود تو كرايزيس عملها سي الهاشمي عليا وحمزة مدب واسحاق ديوان نطلب من الناس اللي يسمعوا فينا اعملوا عليها طلة كارنيجي سنتر جانفي 2024 داكور فيها داير تروا سيناريو على تونس راهو تروا سيناريو انكيتون وماهمش سيناريو نتاع جريدة مع كل احتراماتي للصحافة معناتها دي سيناريو مدروسين بكدا مخترين صراحة دي سيناريو مخترين كي تحكي على دي سيناريو مخترين خلينا نمشيو شويه للنتائج اسكندر وكي كي مش نعملو اون بروجيكسيون معناتها وين نجم توصلوا الى تفضي الوضعيه هذه اليوم لا سامحني ما سمعتكش ريم عاود لي قلت كي مش نعملوا نحاولوا شويه نتخيلوا المستقبل معناتها نقعدوا في الصفه هذه وفي الوضع هذايا واون سو بروجيت معناتها ما تشدوش ريم ريم رانا وينو لو 16 مي الدولة تسلفت 156 مليون أورو 16 مليون دولار بري سانديكي من عند البنوك منها ديفيسيت فينانس منها فيها شوية يظهر لي خلاص دين الأكثر ديفيسيت تاع فينانس بيبليك هي وباش يجيكم بعد خلاصات أخرين تاع دين خارجي منين باش تجيب؟ معناتها والله يا ريم بكل تواضع بكل تواضع نعاودها سامحوني الناس يسمعوا فينا كتبت نهار قلت يفياندرا ان جور والبلاد هذه باش تختار بين تخلص تختار اما تشري دواء والقمح ولا تخلص الديون حكايه عندها 7 على 8 سنين برشا ناس ضحكوا انا خلطنا لها تعرفك كلمه محلاها نتاع لغتنا العامه الزنقه وقفت الهاربه اليوم الزنقه وقفت الهارب سي فيني عندك حلين تو والكارنيجي سنتر عليه اما معناتها نفيقوا يلزمنا راهو نعاودوا نهيكلوا الاقتصاد نتاعنا وما نجموش نعاودوا الهيكله هكاك من عشيه ضحاها يعني فور زينيرسي تيريبل عندك دي لوبي عندك دي عندك دي 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 دي, 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 دي بلوكاج يلزمهم يتحلوا بشويه بشويه ما يجيش هكاك داكوردو ويلزمنا نحلوا الاقتصاد يلزمنا نتفاوضوا مثلا مع الاف ام اي بال كيفاش يقولوا بال 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 بالسياده نتاعنا عنا البرامج راهو تونس نفكر نتذكر نسمع فينا راهو عام 86 وقت اللي التجانا لاف ام اي البرنامج بروجرام دا جوستومون سوسيال يتعمل عملوا اقتصاديين توانسه راهو ما فرضوهش علينا نجموا نعملوا كيف كيف توا فهمتني معناتها فما حاجات نجموا نطبقوها توا حاجات نطبقوها على مدى متوسط ولا مدى طويل نجموا ولكن ملزومين ندخل في السلك هذا رانا ما عندناش حل اخر هات نمشي معاك تقريبا لانه نفس النقطه هذه بالذات تقريبا فما شبه اتفاق حول انه الهدف اللي قاعد صاير سون فيتون افون وهروب الى الامام والحلول الاساسيه والمجديه ما تنجم تكون كان من خلال اصلاحات جذريه لكن ديما الكلمه هذه تبقى اسكندر متفقين عليه الناس الكل ولكن كلكم كملاحظين واقتصاديين ولكن فكرة كيف ممكن أن يتم ذلك؟ شنو معناتها؟ أنا قلت لك يا ريم تعرف أنا تعرفني أنت تعرف تفكيري أول حاجة يا ريم إذا ما تبدأ تعرف شنو هي؟ حاجتين واحدة في جرة الأخرى أولا إصلاح جبائي أولا ثانيا لكليما ديزافير يلزم لكليما ديزافير يرجع ريتب الفلوس الدولة طلبت 700 مليون دينار جاوها 1,400,000 معناها فلوس موجودة الناس عندها الإمكانيات ولكن عنده الحق يقول لك أنا نحب نستثمر في حاجة واضحة مش كل عام تبدل لي قانون الجباية ما نعرفش على روحي أنا على شنو داخل وعندهم الحق العباد أنا انفستيسور اللي يفوت معناتها دلا فيزيبيليتي يلزم عامين ثلاثة ما عادش تمس مس كل فهمت ريما واضح وهذا راه ممكن نحب نقول راه ديما مازالت عندنا مارج ولو هي ضيقت عندنا معناتها كان ندخلوا في السلك نتاع كيفاش يقولوا الاصلاحات واحده واحده نقولها واحده واحده با دو ريفورم سوفاج اللي دق تقول عباد لا ما نحبش ما جيش تقدق الناس تقعد على الطريق مش معقول اي لكن اونتر تون اسكندر وعوده للنقطه الاولى اللي بدينا بها هي انغلاق الاقتصاد التونسي على نفسه اونتر تون قاعده الامور تتعقد اكثر على خاطر فما نوع من الغلق جوستومون قاعد كريم وقتاش يتحل هذا كريم برافو بورتارو مارك انا كنت ماشيلها وقت اللي انت تدخل تتفاوض مع لي فيمي وتتفاهم مع لي فيمي وتجيك لا بريمير بارتي دو كريدي مو يرجع معناتها لو تو دو فيرتور يعاود يتحل تولي انت تستورد فهمت مع العلم ان سنا رانا عندنا ريسك صغير مازال ماهوش واضح الحرب نتاع اوكرانيا راهي باش تاثر برشا على الاتحاد الاوروبي وكي يقولوا الاتحاد الاوروبي وفرنسا والمانيا معناها احنا المانيا سنا راهو عندها بريفيزيون دو كروسونس مخترة دونك هذيك بارتنير نحبوا نذكروا ستان بارتنير معانا هي وفرنسا وايطاليا داكوردو دونك هذوكم عينين عليهم ولكن احنا الضربه معناتها الخطوه الاولى هي بيدينا احنا
راني قلت لك انا اون بورا با تونير هكا حتى لاخر العام. خليني نفكر سي با بوسيبل. خليني نفكر دايوغ بالارقام اللي كانت ذكرها الاستاذه هشمي عليا. نحكيو على مستوى الانفتاح كما قلت انت ولا تو دوفيرتور بالنسبه لتونس اللي 13% مقارنه بالمستوى او المعدل العالمي اللي هو 25% المفروض نحكيو عليه، واللي اساسا حتى 13% هذوما بالنسبه للثلاثي الاول للسنه نحكيو على تراجع اساسا، على خاطر كنا نحكيو قبل على 13.9% وكنا نحكيو قبلها بعام على 15.7%، معناتها ديجا فما التراجع، النسبه ضعيفه ولكنها في بكل الاحوال قاعده تتراجع بشكل مش تتراجع اكثر يا ريم. مختار تعرف رو يا ريم وقت اللي معناتها السلك يبدا يتمس راهو صعيب ياسر باش تعاود ترجع له بسرعه. فهمت؟ تو بير دي مارشي، تو بير دي كليون، ما عادش يدوروا لك. فهمت ريم؟ واضح. فما حاجه اخرى بربي نحب نقولها وانا بصراحه راني خايف منها، واليوم يخرج النتيجه نتاعها فيتش ريتينج اليوم باش تخرج مع 7 ولا 8 كيما العاده هما في اخر العشيه يخرجوا النوتاسيون تاع تونس. نذكر اللي النوتاسيون تاعنا راهو سي سي موان هكا ولا باه. نقول صراحه راهو انا نتمنى والكلنا نتمناه وان شاء الله سي سي موان ما يتحركش. انت شنو توقعاتك اسكندر اليوم؟ مانيش نقول على التوقعات نتاعي سامحني. لا علاش علاش عندنا الحق نتخيلوا الريسك اللي راهو يطيحونا موجود. لو ريسك داون سايزينغ موجود، انا موجود ما نقولش وارد معناتها موجود معناتها الريسك اللي لا انا نقول ان شاء الله معناتها يشوفوا الاقتصاد مع هذا كما قال الارتيكل على جاوبته انا مالغري ليكونوميك سيترا لا تونيزي فيت لو ديفوت بيمون. اي انا قلت له جوسكا كون ما نجموش نشدوا هكا حتى الاخر العام راه معناتها راسلته سي نسيم. دونك هوني لو ريسك دو ديغراد دو داون سايزينغ موجود ان شاء الله ما يصيرش معناتها راه واللي فما اقتصاد مازال شادد اكسترا، ولكن يلزم راه منا ولا من لازم ندخلوا راه في اصلاحات ماناش هاربين منها يا ريم، والاصلاحات ما نجموش نقدوها وحدنا، يلزمنا ندخلوا معناتها مفاوضه سيادتنا معناتها بالاقتصاديين نتاعنا مع الفيمي ما عندناش حل اخر. واللي هي واقعه الى حد الان على الاقل. واقعه لا عندنا بترول لا عندنا غاز، باركونت احنا قاعدين نصدروا في الماده الشخم داكوردو لاوروبا والالماني اكسترا والكندا. ايوه كيفاش؟ هذيك الكل زاد ماذا بين القوانين نار حل. هذيك قضيه اخرى خاطر نعرف رايك فيه الموضوع ويظهر لي والتقدم اللي قاعد صاير اليوم والمشاريع اللي موجوده في اطار رايك انت وفي نفس التوجه تقريبا، لكن هذاك نقاش اخر ان شاء الله تكون بحذانا نهار اخر نحكيو فيه باكثر تفاصيل. شكرا ليك استاذ الاقتصاد اسكندر ونيس، اقعدوا معنا خاطر بعد شويه باش نرجعوا نحكيو على مستويات التضخم مع نهايه شهر ماي 2024 مع استاذ الاقتصاد حبيب زيتونه، اقعدوا معنا راجعين بعد الاخبار.